هنيئا للفريقين بهذا اللقاء. مباراة لم تكن سهلة، لكن أنا مع الأسف أننا ضيعنا جوج نقاط، يعني نظرا أو ربما إذا شفنا الفرص اللي تخلقات، خاصة يعني جوج ديال الانفرادات يعني مع الحارس، الرأسية ديال فال، بعض التمريرات اللي كانت خاطئة يعني في الثلث الأخير، لو كانت تعاملناها بشكل جيد كان المباراة تكون يعني أكثر فرص يعني وضوحا بالنسبة لفريق الدفاع الحاجة الجديدة. تنظن أنه الفعالية لم تكن حاضرة كجميع المباريات.